68 كيلوغرام من الزاوية الخامس سعد جعران يواش لا هذا لزال مغربي افريقي طبعا الحل تحت افريقيا جنوب الصحراء نحن في دورنا انت من القاره الافريقيه حوار بين ممثل اظن لير دي سي ديوتوكو اذا ممثل الار دي سي ديوتوكو في مواجهه سعد جعران من المغرب الذي ينتمي لنادي بلاك تايجرز لمدينه سينا كل التوفيق ان شاء الله للبطل المغربي اذا الانسان سينطلق بعد لحظات كمعطيات اوليه نعم ما سبقليش يعني شفت اللاعبين من قبل لكن كمعطيات على اللاعب صاحب الركن الاحمر لاعب لير دي سي يعني لاعب من مستوى عالي لاعب متفوق كان قدم مقابلات اقصائيه من مستوى رفيع وقصى مجموعه من الابطال المعروفين قوه بدنيه خارقه ممثل الكونغو ديمقراطيه اذا ممثل الكونغو الديمقراطيه ممثل الار دي سي جمهورية الكونغو الديمقراطية كان يعرف سابقا وما يسمى سابقا بالزاير دورة اللي كتواجد في وسط افريقيا تدعى احيانا بالكونغو كينشاسا نسبة لعاصمتها لعاصمة جمهورية الكونغو اذا حوار ينطلق مغربي كونغولي انتظروا نتابعوا ماذا سيحدث إصابة صاحب الركلة الأسرق البطل المغربي سلامات يقول له أنه لم يقصد هذا التدخل عن حسن نية بالنسبة لممثل الكونغو إذن 0-0 بداية هذا الحوار تركيز كبير تدخل الطاقم الطبي لإسعاف البطل المغربي انتظروا ماذا سيقدم الإنسان لن يكون بالسهل يبان ضربة على مستوى العنق مثل الضربات نعرفوا بأنه يكون عنده تأثير كبير على البطل سلامات لسعد جعران أخلاق عالية يعني قدم اللاعب كونغوري بالفعل برافو برافو كانش قصد وأيضا تعاقب على الخطأ اللي قام به إذا النقطة الأولى للبطل المغربي اوه حركة جميلة بان عنده امكانيات كبيرة البطل من الكونغو اذا توكو ديو توكو يا توكو يبان انه عنده حماس عنده رغبة عنده شجاعة كذلك هذا امر ايجابي للبطل في رياضة التايكواندو يجب ان تتحلى بالشجاعة هو حركة رائعة رائعة من الكونغو ديو توكو ثلاث نقاط 3-1 هي شجاعة توكو هي شجاعة البطل توكو ديو 4-1 يجب أن تكون ردة فعل جيدة لسعد جعران يلا يا سعد يجب أن تسعد الأنصار اليوم بالذهاب حركة دائرية من جعران غير موفقة كانت حركة سلبية لم تمنح أي نقطة نتيجة 4-1 فريق ثلاث نقاط 45 ثانية نتابع ماذا سيحدث دوران مونهو كان يبحث على ضربه اماميه قويه البطل المغربي خليك تحليل هذه الحركات وهذا الكوكتيل من الحركات فهو مهم الان بالنسبه للاعبين ايضا التقنيه اللي قام بها مؤخرا واللي نالت الاعجاب ديالك اخي عادل هي تقنيه الناري تشاكي يعني كما نقولوا بان برجل الخلفيه مباشره للراس او هي كتكون من يعني من كما نقولوا من الخارج الى الداخل او من الداخل للخارج ف فكتعطي جماليه وكتعطي ثلاث نقاط مباشره لو كان المس وقع الراس الخاص باللاعب الكونغولي الكونغولي الان متسيد المقابله كيقدم اداء جيد
ممتاز ما يقوم به، تنظن بانه الان متفوق 8 مقابل واحد. الفعاليه اعطت الثمار ديالها وعطت 8 نقاط لصالح اللاعب. اذا 8 مقابل واحد جيد البطل الكونغولي. نهاية الجولة الأولى، ماذا حدث؟ ماذا يمكن أن يسجل بخصوص هذا الحوار؟ قوة لاعب كونغولي والفعالية ديالو، ربما حتى الذكاء، يعني الطريقة باش استدرج اللاعب المغربي وسجل عليه مجموعة من النقاط على مستوى الرأس خلاه أنه يكون متقدم في هذه الجولة. ربما لا وجب على اللاعب المغربي عدم الدفاع بتهور وأنه يبحث عن النقاط بطريقة اللي كتكون أذكى من ما يقدمه اللاعب الكونغولي. حتى اليوم يعني ليس كالبارح اخي عادل، يعني شويه الاصابات خففت، ما كاينش اصابات كثيرة اليوم، يمكن المستوى تيخلينا يوم امس كان هناك اصابات عديده. دائما نواصل، إذن نواصل معكم الحوار. 8 مقابل واحد، إذن أجواء جميلة دائما، رصد للحدث ورصد للمعطيات الخاصة بهذا الحوار. 10 مقابل واحد، ماذا يحدث للبطل المغربي؟ مطالب بالانتفاضة، المطالب بردة فعل. سقوط ممثل الكونغو سلامات، نتمنى إن شاء الله يعني السلامة والعافية لممثل الكونغو، لأنه يعني كل الأشقاء الأفارقة والعرب تمنوا لهم كل السلامة، أكيد تمنوا التوفيق للبطل المغربي، لكن في المقابل سلامة اللاعبين، الشغل الشاغل للجميع في هذا الحدث. ودائما واصل معكم ويلتحق بنا في هذه الأثنال عبد القادر السروري مدير التظاهر رئيس جمعية وجدة الرياضة للتنمية البطل العالمي السابق، سيواصل معي تحليل مشتريات هذا الحدث، وكذلك فرصة لنتحدث عن بعض النقاط المهمة الخاصة بهذه التظاهر اليوم. نعيش أجواء جميلة ورائعة. يوم ختامي يظهر سي عبد القادر السروري أنكم نجحتم وبامتياز وببصمة الكبار، وكعادتكم أنكم تقدمون نسخة مميزة على كافة الجوانب. في انتظار إن شاء الله دائما الأفضل، في انتظار دائما المستجدات، وفي انتظار أن نستمتع ويستمتع المشاهد الكريم دائما بهذه البطولة الكبيرة والعالمية. شكرا الأخ العزيز. هنا كنشوفوا أن فريق الكونغو فريق قوي، يعني واللي ولا من الدول القويه في التايكوندو في القاره الافريقيه، خاصه ان مؤخرا فازوا بذهبيه في جرون سلام بسين. يعني فريق عند غادي يقول كلمه ديالو في الايام القليله المقبله، اللي كان بكل صراحه اللي طار الانتباه ديالي هو ان جميع الدول الافريقيه اليوم يعني المستوى ديالها تحسن كثير بزاف، خاصة مؤخرا باللي عرفنا الكوت ديفوار فازوا بذهبية في الألعاب الأولمبية، النيجر كذلك ميدالية فضية، يعني ولاو الأفارقة اليوم المستوى ديالهم ما بقاش. الجميل أستاذ سروري أنكم استقطبتم أسماء إفريقية من مختلف القارة الإفريقية، هذا دائما يأتي في إطار مجهودات دائما اللي يقوم بها المغرب على المستوى الدبلوماسي وعلى أكيد الدبلوماسية الرياضية، الانفتاح دائما على المدارس الإفريقية، استقبال الأشقاء الأفارقة، توفير كل الظروف. وتابعنا بأنه هناك ردود فعل رائعه من جانب هذا يعني هذا المشاركين من مختلف الدول الافريقيه، وهذا امر ليس بالغريب على المغرب. احنا هما جد سعداء اليوم بكل صراحه، يعني السياسه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله الاتجاه ديالو لافريقيا، يعني كما قال ان المغرب جزء من القاره الافريقيه. اليوم كنديروا كل ما وسعنا ان باش جميع الافارقه يكونوا حاضرين معنا في مدينه وجده باش ننهجوا السياسه ديال صاحب الجلاله نصر الله. كنوفروا لهم بكل صراحه، كنوفروا لهم السكن، كنوفروا لهم كان تنقول، يعني باش يكونوا حاضرين معنا باش ما يحسوش ان باش يحسوا انهم في البيت الثاني ديالهم. بالفعل هذا جميل، نعيشوا شويه ديال الاجواء في انتظار التايم اوت، لانه اللاعب الكونغولي لاعب تحس انه لاعب